أصبح اليوم كأن دستورنا الكتاب والسنة ثم البترول. هذه خطيرة جدا. إحنا صار عندنا حالة إدمان نفطية في المملكة العربية السعودية من قبل الجميع. هذه خطيرة، وهذه اللي عطلت تنمية قطاعات كثيرة جدا في السنوات الماضية. ما حجم المخاطر لو ما سوينا هالشيء؟ لو ما عملنا هالإجراء بيكون احنا في مخاطرة عالية جدا. سوف نبتكر اكبر مولد طاقة شمسية في العالم في نيوم. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس الثلاثاء مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس الإدارة لصندوق رؤية سوفت بانك لإنشاء خطة الطاقة الشمسية 2030، وتعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية. كل عناصر نجاح موجودة لخلق شيء عظيم وكبير داخل المملكة العربية السعودية.